على اساس سجنه وانطاه 25 سنه وفصلوه اكيد هو ما دام سجن هذا الشخص يعني انفصل من الخدمه هاي قصته متحرش الكراده لكن الموضوع والله يا اخوان ما اعرف شو احكي وياكم البارحه لما نزلت الفيديو وبينت بوجهة وجهه نظري قلت انه الموضوع مفبرك والولد دا يلعب بالسبحه ما دا يسوي غير شغلات اكو ناس كتبت لي بالتعليقات عاش واستنتاجك صحيح وانا ما نقول هو اختلافيه لان انا قلت لكم انه ما معقوله بنيه مرتب كذا يتحرش بيها شخص التليفون مالتها هيك ثابت على على ستاند على الاقل زين تصوير والبوقه زين هو ليش منتبه على التليفون هسه انت شخص دا تسوي هاي السالفه ودا يسوون بيك معقوله ما استحيت مع ما خجلت الا اذا عقلك بيك عقلك يعني بيشي زين يعني بهيش حاله لما عقله بيشي شلون هو يداوم بوظيفه مهمه بالدوله هنا قادنا التساؤل هواي ناس قالوا يا معود عندنا الفيديو وفعلا مطلع شغلات ودا يسوي وناس قالوا لا تحليلك صحيح وانا حرد لحد ما شفت يعني خبر انه على اساس تم سجن هذا الشخص 25 سنه هل فعلا هذا الشيء اكتب لي رايك بالتعليقات لان بصراحه السالفه تدوخ ويعني ما بصراحة أنا ما دورت وما بحثت وشفت حقيقة الفيديو لكن وجهة نظري بالموضوع بينتها وقلت لهم قلت لكم شوفوا إنه إيده شلون مبينة شال بها رقم أو شال بها سبحة مو ما يسوي هيك شغلات فأرجع وأكرر اكتب لي أنت رأيك على هذا التعليق لكن الخبر الأكيد إنه على أساس تم سجنه بخمسة وعشرين سنة وما زلت مستمر بدعم القنوات اذا تريد قناتك تصعد على المشاهدات والاشتراكات اول شغله تسويها تنزل الرابط المثبت بالتعليقات وتشترك بالقناه اللي انا خاله ثاني شيء تجي على حسابي الانستغرام اللي ايضا خالك يا بالتعليق المثبت لازم تكتب له من طرف المميز اقرا تعليقاتكم على القناه وثم تجين على حسابي بالانستغرام وهناك راح افهمك التفاصيل اللي من خلالها شلون اسوي لك دعم وشلون اصعد قناتك